اهلا بيكم في حلقه جديده من اللعبه. ضيفنا النهارده اسطوره التحكيم، نجم ابن نجم. ضيفنا النهارده كابتن سمير عثمان. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن احمد؟ منور الدنيا. بنورك بنورك. هبتدي معاك بسؤال بديهي، اتفضل. ايه رايك في التحكيم الفتره الاخيره وتديله كام من 10؟ يعني التحكيم الحمد لله السنه دي افضل من المواسم السابقه، خاصه في بطوله افريقيا اللي فاتت في كوت ديفوار كان نجم البطوله هو الحكم المصري، فبالتالي الحكم المصري نجح خارجيا، اتمنى نفس النجاح اللي نجحوا بره ينجحوا داخل مصر. افضل حكم في مصر حاليا؟ كلهم كويسين، كل الحكام كويسين بدون اجابات دبلوماسيه. ممكن اقولها لك في نهايه الموسم، انما في وسط الموسم دلوقتي واقول لك حكم يبقى انا بظلم بقيه الحكام ومش بدي تشجيع للباقي. فالسؤال ده انا بحبه نهايه الموسم، واوعدك اقول لك افضل حكم الموسم اللي فات. حلو قوي، برافو عليك. ده سؤال كويس جدا والله. افضل الحكم الموسم اللي فات كان احمد غندور، عمل موسم كويس قوي، وبرده كان معاه محمود البنا، عمل موسم كويس. افضل ثلاث حكام الموسم ده حتى الان؟ امين عمر، محمد عادل، محمود البنا. سؤال صريح جدا، اتفضل. في مصر حكم اهلاوي وحكم زملكاوي؟ اكيد طبعا فيه، اصل ما كانش فيه لا يمكن يكون يخش التحكيم، واي واحد يقولها غير كده مش هيبقى صادق في الاجابه، لان الكره في مصر اهلي وزمالك وبقيه الانديه الشعبيه. ميول الحكم بتاثر على شغله في الماتشات؟ لا يمكن، لو اثرت يبطل، عشان كده على طول انا بقول لازم الحكم يبقى اناني، اناني 90 دقيقه، حب نفسك 90 دقيقه وبعد كده حب الناس بعد كده بعد الماتش، ما تحبش حد وقت الماتش. 26 سنه مشوار طويل لكابتن سمير عثمان. سؤال، واعلم جيدا ان حضرتك صريح جدا. انت بتسخني. ماشي. في حكام بتبيع ماتشات؟ لا، في مصر لا يمكن. لا 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 لا. ولا واقع يا كابتن سمير؟ ولا حاله. ولا حاله في مصر. بره مصر ممكن، بس مش مصريين اللي بيبيعوا، ممكن حكام تاني. لا، من حكم مصر لا. ليه؟ عنده الوازع الديني، الوازع الديني مهم برضه. وانت صغير؟ كويس. كان في خناقه بين حضرتك وبين والدك الله يرحمه؟ مع والدي انا؟ ماشي. انا عارف. بسبب؟ لا يمكن اتخانق مع والدي، محال يعني. زعلت ممكن خلاف يوم بحاجة. ازعل يوم ماشي. يوم بحاجة. كان بسبب ان في ماتش القمة كان هو بيحكم فيه وفريقك خسر. تمام. سمير عثمان اهلاوي؟ لا. ولا زملكاوي. وما انت زعلت من والدك وقتها؟ عشان كنت عاوز اروح مع الماتش. ايه رايك؟ لا، معلومتي غير كده، معلومتي ان إيه؟ فريقك خسر فزعلت فحسسته ان هو السبب ان فريق خسر. برافو عليك. طب انا اقول لك حاجه يا ابو حميد. اتفضل. والدي الله يرحمه لعب الاهلي والزمالك 3 مرات، مره الاهلي كسب ومره الزمالك كسب، اختار بقى انت انهي مره نزلت منه. اقول لك من وجهه نظري. وجهه نظرك ولا اثبات؟ لا، من غير اثبات، وجهه نظري او رايي، وانت يعني قول لي او لا. اوكي. انت زعلت لما الاهلي خسر. ما انا قلت لك لا، يبقى زملكاوي. واخد بالك؟ اوكي. السؤال اللي بعده. ماشي. اتعرض عليك رشوه كم مره؟ في افريقيا 3 مرات. رفضت الثلاثة؟ طبعا. ما ينفعش تقبل. تقبل ازاي؟ في احدى الماتشات اللي رفضت فيها رشوة اتعاملوا معاك هناك بشكل سيء جدا واتسحبت منك العربية واتحبست في الفندق. انا عايز اعرف الموقف ده. كان معايا ايمن دجيش واحمد ابو الهلا، احدى الفرقة. طبعا ما ينفعش نقول اسامي الفرقة. ليه؟ لان اكيد الفرقة دي فيها ناس كتيرة كويسة، ممكن العمل الموقف ده واحد من النادي مش كويس او واحد من البلد مش كويس، فبالتالي ما تقدرش تقول ان النادي ده كله وحش. لا، في عنصر كان وحش بس الباقي كويسين، بس تعاملنا معاه خلاص، قعدنا في الفندق لغايه ما روحنا. حكيت ماتشات قمه كتير، بالتاكيد مش كل نتائج الماتشات كانت بتعجب الجمهور، خاصه ان مصر طبعا نصها اهلاوي ونصها زملكاوي، مع طبعا مع كامل احترامنا لباقي الانديه الجماهيريه. اكيد بعد ماتش ما ليك ماتش القمه، يعني احد الجماهير فريقه كان خسران قبلك في الشارع. والله بص، بيبقى في ناس مختلفة، بلاقيه الطبيعي بنتكلم وبنهزر في الماتش حتى لو فرقته خسرانة، إنما اللي بقيه مهووس بقى ودماغه تعبانة خلاص بسيبه، مش بهتم بيه يعني. مش ههتم بيه. احكي لي أبرز موقف يا كابتن. كانت هتبقى تليفونات، تلاقي واحد مثلا بيكلمك في التليفون، بيبتدي الأول ازيك يا كابتن سمير، الحمد لله، أنت أعظم حكم وبتاع. أول ما تلاقي التون ده بيعظم وبيفخم يروح يشتم، يروح يشتم، تعمل له بلوك خلاص، تعمل له. حصلت معي. حصلت. حصل كتير يعني. رفضت تكون رقم 2 في لجنه التحكيم؟ اكيد طبعا.
احكي لي كواليسها وازاي كلموك وانت رفضت. بص انا كنت ممكن ابقى كنت رقم اتنين لو ما كنتش رقم واحد، انما انا كنت قبل كده رئيس لجنه حكام، فما ينفعش ابقى رقم اتنين. ليه؟ ما ينفعش لواء يبقى عميد. العميد يبقى لواء ممكن، انما اللواء يرجع صعب قوي. فطبعا لا رفضت طبعا بعد ما كنت رئيس لجنه حكام اجي رقم اتنين، طبعا محاله يعني. الجمهور كان ممكن ياثر عليك جوه الماتش؟ لو اثر على حكم يا احمد يبقى يبطل، لو اثر على الحكم يبقى يبطل. نصيحتي لكل حكم اول ما ينزل الملعب يركز في المباراه ويركز في العداله اللي ربنا طلبها منه. هتفكر في المجامله، انت خسرت، طالما انت خسرت هتخسر احترام الفريقين. مش اللي الناس فاكره لما بتجامل الفريق، الفريق ده بيحبك، ده اول واحد مش بيحترمك. ايه حكايه الانذار الاحمر اللي اديته لجده؟ كويس قوي، حلو الانذار الاحمر ده. كنت بلعب ماتش الاهلي والاتحاد كاس مصر، وجده كان بيلعب في اتحاد اسكندري، ف جده خبط عماد متعب. اوكي، الكره تستحق انذار، وانا طول عمري بحط الكارت الاصفر في جيبي والكارت الاحمر بحطه في من ورا. ليه بقى؟ عشان افكر. دي بتاخد وقت على فكره، اما تروح في ايدك ورا وتفتح الجورت وبتاع، فانا واثق 100% ان انا بدي ايه كارت اصفر. تمام، راح قال لي حرام عليك، ده كارت احمر ليه يا كابتن؟ طبعا اول ما قال لي كده انا في يعني انا بتكلم في اجزاء من الثانيه، عدت عليا كانها ساعه ونص، انا ببص بقى للكارت انا رافعه عاوز اتاكد ايه اصفر ولا احمر. طبعا هو اصفر، بس هو كان بيضحك عليا، قال انت مديني كارت احمر. ساعتها عماد متعب كان واقع على الارض مات من الضحك. بعد الافيه ده كان لازم تديله الانذار الثاني. اجيبه له في ماتش ثاني بالفضل يعني. لو راجل وقف الماتش مين قال لك كده؟ ده كابتن حسام حسن كان في ماتش المصري وسموحه. المصري وسموحه كان في مدينه اسماعيليه، وبالمناسبه دي طبعا نبارك له باذن الله هيعمل احلى نتائج لمنتخب مصر باذن الله، وكل الشعب المصري هيفرح بوجود كابتن حسام حسن باذن الله. قال لي روح وقف ماتش، رحت وقفت ماتش خلاص. لا ما الهلاك ازاي يعني؟ لا زي كده، ايه اللي حصل يعني؟ عشان كان فرقه المصري كان عاوزه ركله جزاء، فهي انا شايفها مش ركله جزاء، ففضل بقى قال لي لو راجل وقف الماتش، رحت وقفت الماتش. انا عايز ابرز موقف حصل لك وانت بتحكم ماتش في رمضان. اثناء المباراه. از يو لايك. اوكي از يو لايك. اوكي، كان عندي ماتش تصفيات امم افريقيا، كان بين انجولا وكوت ديفوار، كان في رمضان والدنيا ولعه. فطبعا احنا بنحكم والعمليه صعبه جدا، وبين الشوطين بقى خلاص تعبانين، كانت الرطوبه عاليه جدا. فدخلنا بس يا دوبك اوضه لبس، وكلنا ايه بقى ايه، والناس حاطين الميه ايه بتبرق. وانت بتتكلم الساعه كام يعني؟ الشوط الاولاني خلص واحنا فاضل لنا مثلا لسه 5 ساعات على المغرب، عشان مع فرق التوقيت بقى والمغرب بتبدا متاخر شويه. فانت شايف الميه بقى يا احمد ايه بقى يعني ايه مشبره زي ما بنقولها، وموز شكله حلو وفاكهه اللي هو افطر واستغفر بقى، اللي هو عذاب وانت ماسك نفسك. فضلنا نفكر في اي حاجه، رحنا احنا الاربعه خرجنا بره الاوضه، ما قدرناش نقعد بقى خلاص. انت لو قعدت بقى الميه وانت تعبان، الحمد لله عدت على خير يعني الحمد لله. الفور اضاف للدوري المصري ولا العكس؟ لا اضاف طبعا، اضاف فيها نتائج كتيره جدا اتغيرت بسبب وجود تقنيه الفار بصراحه يعني، بس احنا منتظرين اكتر يعني. ايه راي الكابتن سمير عثمان في تعيين الحكم الاجنبي لرئاسه لجنه التحكيم في مصر؟ والله بص يا احمد، انا مش يعني انا وافق عليه في حاله واحده بس، لو الخبير الاجنبي ده هيجي يضيف للتحكيم المصري، انما لو مش هيجي يضيف للتحكيم المصري لا، يبقى احنا اولى بالعمله الاجنبيه اللي هي صعبه دلوقتي. التجربه الاخيره بريرا، ايه رايك فيها؟ وجود بريرا كان خطا من الاول، انت مشيت مارك لاتنبرج. مارك لاتنبرج طبعا الحكم الانجليزي السابق، تمام، انت مشيته قبل ما ياخد الفتره الزمنيه بتاعته. عشان تقدر تقيم اي تجربه لازم فتره زمنيه وتشوف الايجابيات والسلبيات. انت كملتش مع مارك لاتنبرج، بعد كده جبت بريرا. هل بريرا اضاف للتحكيم المصري؟ من وجهه نظري انا ما اضافش للتحكيم المصري اطلاقا. انا مش شايف في اي فاليو اد حصل، مفيش حكام جداد احنا شفناهم. مشاكل التحكيم ظاهره كتير في القسم الثاني بسبب التقسيم بتاعت الحكام اللي عامل C1 وC2 وC3. تصنيف الحكام مهم، بس لازم كنت تنبه الحكام قبل ما تعمل التصنيف. الحكم في مصر دخله كويس؟ طبعا كويس قوي. دلوقتي المباراه ب 7500، حلو. المباراه 7500 كنت بحكم ب 10 جنيه. يعني لما العب اهلي وزمالك تحت 21 سنه باخد 10 جنيه. بحالها يا كابتن؟ وفي ضرايب 40 قرش،
وتدي اللي بتاع اوضه اللبس 10 جنيه وانت خارج والسايس 10 جنيه يبقى خلاص طالع مديون. لما دلوقتي لا ما شاء الله 7000 ونص. حلو. هو ما فيش حكم غيرك في مصر؟ مين اللي قالك كده؟ ده اللي قالها لي جابي كابتن اتلتيكو مدريد في مباراه الزمالك واتلتيكو مدريد. انا كنت ناسيها دي بصراحه. لان انا لعبت الاهلي واتلتيكو مدريد. بعد 9 سنين بلعب مباراه الزمالك واتلتيكو مدريد. فاول ما شافني قال لي يو ار ذا اونلي ريفري ان ايجيبت. مفيش غيري يعني. لان هو في الماتش الاولاني اداني التيشيرت بتاعه. فكان هو دمه خفيف قوي طبعا ولعيب عالي قوي. انا كنت مبسوط اني بحكم له. وما شاء الله يعني لعيب يعني بتحكم اتلتيكو مدريد تاريخ حلو. سمير عثمان افضل حكم من ابناء جيله؟ مفيش حد كويس يقول عن نفسه كويس. انا بشوف اللي بيقول عن نفسه انا الاحسن انا الافضل. نصيحتي ليه تعالك صعب قوي حد يقول عن نفسه انا الاحسن. او اقول لك حاجه يا احمد. اللي تلاقي بيقول انا الاحسن انا الافضل انا احسن لاعب افضل مدرب مفيش حد يقول كده. اللي يقول كده ده تعبان يعني. رتب لي افضل 3 حكام من ابناء جيلك ولو عايز تشيل الكابتن سمير عثمان براحتك. طبعا لا في طبعا في فهيم عمر في ياسر عبد الرؤوف. 3 كابتن بالترتيب. ماشي. في ياسر عبد الرؤوف في حمدي شعبان في توفيق السيد في فهيم عمر. انسى كلهم. الجيل اللي انا كنت بحكم فيه ده عمالقه بالنسبه للموجودين دلوقتي. يعني ما ينفعش ما تقولش مثلا فهيم عمر، ما ينفعش تقول توفيق سيد، ما ينفعش تقول ياسر عبد الرؤوف، ما ينفعش تقول حمدي شعبان. دول ناس جامده قوي 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 بصراحه. محمد فاروق كمان. 6 محمد فاروق. سمير عثمان رقم 7. يعني اخر واحد. هم كلهم افضل مني. شكرا حبيبي. حكمت ماتشات كتير للاهلي وطبعا في وجود نجمها محمد ابو تريكه. طبعا. ومعروف شويه عن ابو تريكه انه اوقات بيتحايل شويه على التحكيم. بص ابو تريكه موهبه عاليه جدا. تمام. انا هحكي لك قصه هتبقى مفاجاه شويه. بلعب ماتش الاهلي وبتروجيت في استاد السويس. والماتش ده يا احمد اول مباراه يلعبها اسلام الشاطر مع بتروجيت بعد ما ساب الاهلي. النادي الاهلي كره اتلعبت احمد فتحي شاطها جت جول. تمام. بس اسلام الشاطر شال الكره بايده من جوه الجول. طالما ان الكره عدت خط المرمى من كمان تحت الرادار الكره جول. فانا ببص كان شريف صلاح مساعد الحكم ببص له كده اداني كده جول فصفرت جول. تمام. لان هي كره صعبه شويه انا شايف انها عدت الخط. تمام. حاجه تانية لو ما حسبتش الكره دي تعمل ايه؟ هتبقى ركله جزاء وترد مين؟ اسلام الشاطر. ده لو ما عدتش. بس انا شايفها عدت. المهم انا اديت جول وبرجع بظهري كده لقيت ايه ابو تريكه جاي لي جري بيقول لك كابتن سمير الكره ما عدتش جول. الكره ما عدتش. ده اسلام الشاطر شالها من على الجول. فانا استغربت ده جول للاهلي وانت فريقك الاهلي. فقلت له لا لا انا شايفها كويس. راح احمد فتحي جه جنبي كده على السطر قلت له بقول لك يا احمد هي الكره عدت ولا لا؟ قال لي والله العظيم عدت يا كابتن. قال لي في ايه؟ قلت له ابو تريكه بيقول كذا كذا كذا. قال لي يا ابني ليه؟ عشان عاوز يلعب على الهداف. ليه بقى؟ انت تحسب ركله جزاء مين هيشوط؟ هو ابو تريكه يبقى هداف. ابو تريكه دماغه كبير كبير كبير. شكرا شكرا.